السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفيديو الثالث من سلسلة أساسيات الرياضيات. إذن في هذا الفيديو غادي نشوفوا الأسبقية في الحساب، واش الأقواس، واش الضرب، واش الجمع، واش الطرح إلى غير ذلك. إذن قبل ما تشوفوا تتمة ديال الفيديو أو الشرح، وقفوا الفيديو، حاولوا تخدموا هاد الأسئلة هادو، حاولوا تخدموهم كاملين، وعاد تابعوا الشرح وشوفوا واش عندكم صحيح ولا خطأ. مزيان. إذن الأسبقية في الحساب، من بعد ما توقفوا الفيديو وتحاولوا، غادي نعطيكم الشرح ديالها. اول حاجه كنسبقها في الحساب هي الاقواس. الاقواس عقل مزيان، من الداخل الى الخارج، ياك؟ ثم الضرب والقسمه من اليسار الى اليمين. حنا بالنسبه للمغرب والجزائر الى غير ذلك، الدول اللي كتكتب من اليسار الى اليمين، اما اللي كيكتبوا من اليمين الى اليسار اي يقلبوا يديروا من اليمين الى اليسار، صحيح؟ هنا بعض المرات كتلقاو في الفيسبوك يقول لك انجز هذه العمليه، وكيعطوك مثلا عمليه بحال هذه، شي يلقى 15 يلقى 27 مثلا. علاش؟ إن حسب الدولة، كاين اللي يبداو من اليسار إلى اليمين يلقاو نتيجة، اللي يبداو من اليمين إلى اليسار يلقاو نتيجة أخرى، ياك؟ ثم الجمع والطرح كذلك من اليسار إلى اليمين. نفهمو مزيان إن شاء الله من بعد ما نديرو أمثلة. إذا شوف معايا مزيان، دابا واش عندي أقواس في العملية الأولى؟ ما عنديش أقواس، إذا ما عندي ما ندير مع هاد السطر الأول. شكون موراه؟ شكون هي العمليات اللي كنفكر فيها من بعد ما نلقاش الأقواس؟ هو الضرب والقسمة، واسمع مزيان. إذا دابا سوف ننجز، الآن سوف ننجز فقط الضرب والقسمة. إذا أين هي عملية الضرب؟ هنا ننجز هذه العملية، ثم القسمة. الضرب والقسمة يعني كنخدمو من اليسار إلى اليمين بدون مشكل. أما الجمع والطرح لا ننجز العملية. إذا أي عملية لا ننجزها نتركها كما هي، مثلا 2 زائد تبقى كما هي 2 زائد، واضح؟ ثم ننجز هذه العملية، لماذا؟ لأن الضرب 7 في 6 42، ثم نضع الرمز ناقص، ثم 4 على 2 هي 2، واضح؟ إذا دابا درنا العمليات اللي فيهم الضرب والقسمة. واش باقي لي ضرب وقسمة؟ ما باقيش، لا يوجد أي عملية ضرب أو قسمة. إذا نمر إلى السطر الموالي، الجمع والطرح. كيف ننجز عملية الجمع والطرح؟ واش نبدأ منا ولا منا؟ من اليسار إلى اليمين، من اليسار إلى اليمين، يعني نبدأ منا ونمشي، يعني من اليسار، العملية الأولى على اليسار نبدأ بها. 2 زائد 42 هي 44، ناقص 2 تساوي 42. إذا إلا خدمتوا بهذه القواعد كما كندير دابا ما غتغلطوا حتى في شي عملية على الإطلاق. يعني مستحيل تغلطوا في شي عمليه الا طبقتوا هادشي كنقول لكم، مستحيل. هنا اغلب التلاميذ كيجاوبوا نيشان، ولكن ملي كيجيو يحسبوا كيغلطوا، خصهم في الثانيه بكالوريا ولا، يعني بالنسبه لهاد الاخطاء شائعه جدا. اذا حضوا راسكم مزيان وما خاسرين والو، واخا كنتوا فاهمين عاودوا تبعوا معايا، ربما نزيدكم افكار جديده. نجيو عند العمليه الثانيه، فيها الاقواس. اقواس، دونك نبدا بالاقواس. وهنا عمليه سهله، غير الاقواس يعني ما عنديش اقواس داخل اقواس، لو كان عندي اقواس داخل اقواس غندير من الداخل الى الخارج. هنا عندي غير قوس واحد، غنزيد لكم عمليه اخرى كما قلت لكم باش نعطيكم من الداخل الى الخارج. اذا نبدا بالقوس، هو القوس وهو القوس. اذا 2 زائد 7 هي 9، ثم كنكتب هذا الرمز شنو ما كان، هنا كنكتبو زائد ولا في ولا ماشي شغل، القوس هو اللي هني. 6 ناقص 4 هي 2، ثم هذه نخليها كما هي. الان ماذا لدي؟ لدي فقط الضرب والقسمه. مين كيكون عندك الضرب والقسمه؟ من اليسار الى اليمين، نبدا من اليسار نمشي اليمين. 9 في 2 18، نبدا بالاولى على اليسار نقسم على 2، 18 على 2 9. اذا هذه العمليه راها صحيحه، صحيح؟ مزيان. نجيو عند العملية الثالثة، ما عنديش أقواس، إذا لا نستعمل هذه القاعدة وإنما نمر إلى القاعدة الثانية أو الثالثة. لدينا الضرب والجمع، لدينا الضرب، عفوا الضرب والقسمة. إذا نبدأ بالضرب والقسمة، عندنا غير الضرب ما عندناش قسمة، إذا نبدأ بهذه العملية وهذه العملية. أما ناقص وزائد ما نخدمش فيهم، نبقاو كما هما. إن 3 في 2 6، ناقص 4 تبقى كما هي، زائد. يعني هذه العملية ما درتهاش تبقى كما هي، والربعة بيناتهم ما حسبتهاش تبقى كما هي. 3 في 5 15. 6 ناقص 4 نبدا بها هي 2 زائد 15 تساوي 17. مزيان. اذا الان العمليه الرابعه، العمليه الرابعه فيها الضرب والجمع والطرح. اذا نبداو بالضرب كما العاده، والاخرين نخليهم بلاصتهم كما هما. 3 على 5 زائد، انا مادام عندي الضرب كندير البسط في البسط والناقل في الناقل، نرجعو الفيديو الثاني الا ما فهمتوش. 1 في 4 4، 2 في 3 6، ثم ناقص 2 على 5 تساوي. إذا الآن عندي غير الجمع والطرح، غير الجمع والطرح. إذا غندير من اليسار إلى اليمين. نقدر ننجز هذه العملية عاد ندير هذه، نقدر ديريكت هو نوحد المقام. نوحد المقام في دقة واحدة. إذا المقام واحد هو 30. إذا هنا باش نلقى 30 نضرب في 6 وفي 6. 3 في 6 18، 5 في 6 30، ثم زائد. هنا باش نلقى 30 نضرب في 5 وهنا في 5. 4 في 5 20، 6 في 5 30. ثم ناقص، ونجوج في 6 على 5 في 6 30. إذا هنا هذا اللي الفوق بحال إلا عندي قوس، وهذا بحال إلا عندي قوس، يعني غننجز هذا وننجز هذا. إذا هنايا عندي في وزائد، إذا نبدا بفي تبقى
قواعد على جوج زائد ثلاثة في زوج ستة على أربعة في ثلاثة 12. هنا واحد ملاحظة مهمة جدا، مين كيكون في كنقدر نختزل هذا مع هذا ثلاثة مع ثلاثة، غير إضافة هذو أفكار نزيدهم لكم صغيرة، ونقدر نختزل جوج مع أربعة، لأن الزوج تقسم على جوج وأربعة تقسم على جوج، هذه كاملة مخزنة واحد على جوج. من بعد ما ترينيو مزيان في الحساب غتبقاو ديرو هادشي ديريكتوم. إذا هنا كذلك عندي الضرب سبق الضرب، سبعة على ستة تبقى كما هي، خمسة في واحد خمسة، على جوج ثلاثة ستة، إذا واحد على جوج تبقى كما هي. نقدر واحد المقام ولكن أنا بغيت نختزل أحسن، ستة تقسم على ستة تعطينا واحد، 12 تقسم على ستة تعطينا جوج، فهمتوا ولا لا؟ إن أنا شنو درت؟ لاحظت بأنما راه ستة على 12 تختزل، بغيت نختزل قبل ما نوحد المقام. هو تلقيت المقام واحد بلا ما نصدع راسي، ثم انا عندي المقام واحد اللي هو 6 كندير 7 ناقص 5 هي 2 تساوي. اذا هنا ما عندي زائد وعندي نفس المقام كنحتفظ بالمقام وكنجمع البسطين 1 زائد 1 هي 2، 2 على 6 تقسم على 2 تقسم على 2، 2 على 2 1، 6 على 2 3 تساوي 2 على 2 1، 1 على 3 تبقى هكا. اذا تساوي 1 في المقلوب ديال 1 على 3 هو 3 على 1 يعني 3، وواحد في ثلاثة هي ثلاثة، إذا النتيجة هي ثلاثة. إذا كل شيء قواعد طبقتهم، كل شيء إلا هذا من الداخل إلى الخارج تاع الأقواس اللي مازال ما طبقتهاش، نعطيكم مثال باش نفهموها مزيان. هذيك من الداخل إلى الخارج كتعني، إذا هذه عملية. عندنا بزاف ديال الأقواس، معقوفة راه كتعتبر قوس، معقوفة بالمناسبة راه كتعتبر قوس. عندنا بزاف ديال الأقواس، إذا شنو غندير في هذه الحالة؟ كنستعمل القاعدة من الداخل إلى الخارج. يعني نبدأ بالأقواس الداخلية، فهموني الله يرضى عليكم مزيان، نبدأ بالأقواس الداخلية، شكون هو القوس اللي ما كاين يعني ما فيهش داخل قوس أخر؟ هو هذا، يعني نبدأ بهذا وهذا، يعني الأقواس الداخلية، هذا ما عنده حتى قوس داخل ديالو، وهذا ما عنده حتى قوس داخل ديالو، نبدأ بهم، إذا الآخرين كيبقاو كما هما كما هما، الأرقام والرموز كيبقاو كما هما، كنخدم غير هذو اللي ما عندهمش قوس داخل، خمسة ناقص زوج صافي، زائد ثلاثة. هذا القوس ها هو، هذا راني حسبته صافي قلعته، خمسة ناقص جوج ثلاثة، هادشي كله ثلاثة، هادشي كلشي بين قوسين ولا ثلاثة، هذا كامل ولا ثلاثة، صحيح؟ زائد ثلاثة في نحل هذا القوس، هنا ما خدمتش فيه خدمت غير بهذا، نحل هذا القوس تبقى واحد، ما خدمتش فيها هي أربعة على جوج هي زوج، صحيح؟ هذا القوس ها هو، هذا وهذا خدمت بهم حسبت، ثم زائد هنا ما عندي لا قوس لا والو، نقدر نبدا بالضرب وندير الطرح، جوج ثلاثة ستة. صحيح ما عندي مشكل تساوي. إذا دابا حيدت الأقواس الداخلية، غنشوف عاود الأقواس اللي ولات داخلية دابا، هنا هذا القوس ولا داخلي حيت ما عندوش قوس داخل ديالو، إذا فيه جوج عمليات، فيه جمع والضرب، نبدا بالضرب، إذا هذا يبقى كما هو، القوس مازال ما قلعتوش حيت ما كملتش الحساب، بقى 3 زائد 4 في 3 12، 3 في هذا القوس غيتحيد حيت غنحسب 1 ناقص 2 هي ناقص 1. علاش درت القوس باش فيه معانا قسمة ما تخلطش صغير، أما هذا القوس الكبير راني حيدته، كن فيه هنا ما عنديش الحق نحسب 6 ناقص 5 ما عنديش الحق، علاش؟ إن عندي فيه حتى نضرب هذا الشيء كامل في 6 عاد ندير ناقص 5، أما دابا زائد ناقص نقدر نبدا ماشي مشكل، نقدر ندير 6 ناقص 5 هي 1 ماشي مشكل، ونخلي حتى الثاني خلي حتى الثاني، أنت خلي ياك، عاود الأقواس الداخلية 3 زائد 12 هي 15، العقوفة تبقى 15 زائد. هنا شوف عندي الضرب، نبدا بالضرب، إن عندي الضرب وزائد، نبدا بالضرب، ثلاثة زائد ثلاثة في ناقص واحد هي ناقص ثلاثة، إن موجب في سالب كيعطيني سالب، نرجعو للفيديو الأول، موجب في سالب كيعطيني سالب، يعني ناقص ثلاثة في واحد ثلاثة، هذا القوس نحيدو، زائد ناقص ولي ناقص ثلاثة، ثم زائد ستة ناقص خمسة، تساوي، ألور دابا عندي بحال هذا المعقوفة قلنا راه قوس، 15 ناقص ثلاثة هي 12 زائد ستة ناقص خمسة، ثم دابا عندي غير جمع الضرب، ندير من اليسار إلى اليمين. 12 زائد 6 18 ناقص 5 18 ناقص 5 هي 13، إذن سهلت العملية، إذن العملية واخا تبان لك معقدة مشبكة إلا طبقت القواعد راه ما غاديش تغلط نهائيا. هاد الفيديو شوفوا جوج مرات ثلاثة المرات أربعة المرات حتى تضبط القواعد، غنقترح عليكم سلسلة تمارين آخر الفيديو، حاولوا تخدموها وتلقاو التصحيح في الديسكريبسيون. علاش ما كنديرش فيديو على التصحيح؟ ما تكون باش تعصروا مخكم باش تخدم مزيان باش تفكر، داكشي باش كنعطيكم التصحيح غير مكتوب في الموقع. إذن ضروري تخدموا دوك ديك السلسلة هذه اللي حداكم دابا، خدموها مزيان بخاطركم وعلى راحتكم، ما قديتش ولا شكيت في شي حاجة ولي تفرج الفيديو من الأول وعاود خدمها في التالي، شوف التصحيح واش عندك هو هذاك، إلا لقيت التصحيح عندك غلط
عاود تفرج الفيديو وخدمها من جديد. إذا نتلاقاو في الفيديو الموالي اللي غنتكلموا فيه على النشر والتعميل إن شاء الله. تحياتي، الله يوفقك.